أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف التوثيقات العامة: لا يزال الكلام في التوثيقات. قلنا هذا أهم مبحث رجالي، لأن علم الرجال القواعد الرجالية تبحث التوثيق والتضعيف، هذا واحد. تمييز الطبقات، هاي اثنين. ثالثا تمييز المشتركات، معرفة الطبقات. بس عيدها. علم الرجال يبحث في ثلاثة نقاط مهمة، وبالواقع مو علم، قواعد معينة. القواعد الرجالية تبحث في ثلاثة أمور مهمة: توثيق والتضعيف، هذا واحد، معرفة الطبقات، يعني هذا الراوي في زمن أي من المعصومين، في طبقة أي شخص من المعصومين، معرفة الطبقات. أي هاي اثنين. ثالثا تمييز المشتركات. نعم. واضح؟ تمييز المشتركات. إذن نحن في البحث الأول، التوثيق إما توثيق خاص وإما توثيق عام. التوثيق الخاص شنو معناه؟ توثيق راو بعينه، توثيق راو بشخصه. بعد ما عندي قاعدة عامة تنطبق على عدة رواة، وإنما أنا جاي أوثق راوي معين من هؤلاء الرواة. كلام واضح؟ زين، شو نسميه توثيق خاص؟ التوثيق العام لا، التوثيق العام عندي قاعدة رجال، عندي قاعدة من قواعد التوثيق العامة، هذه القاعدة تنطبق على عدة رواة، مو راوي واحد، عدة رواة. واضح؟ من ضمن قواعد التوثيق العام رواة تفسير القمي، رواة تفسير القمي اللي هي محل بحثنا اليوم إن شاء الله. فخلي أبين أولا هذا التفسير المن، تفسير القمي. هذا التفسير هو لعلي بن إبراهيم القمي. من هذا علي بن إبراهيم القمي؟ أستاذ الشيخ الكليني. أستاذ الشيخ الكليني المتوفى سنة 217 هجرية، واضح الكلام؟ 217 هجرية. طبعا علي بن علي أستاذه، حتى أن الشيخ الكليني محمد بن يعقوب الكليني أكثر النقل عنه، دائما ينقل عنه. زين، في العم الغالي. هذا علي ابن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه عنده كتاب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عنده كتاب علي ابن إبراهيم، عنده كتاب يطلق عليه تفسير القمي. هو مفسر القرآن، لكن هذا التفسير هو تفسير روائي. واضح؟ زين. وهذا الكتاب له مقدمة وله ديباجة. في هذه المقدمة توجد شنو؟ مقطوعة معينة، ديباجة معينة، مقطوعة معينة. شو يقول بيها؟ شوف، هذا هنا الاستدلال، يقول:
ونحن يعني قصده هو نفسه، لأن ضمير الجمع عندما يؤتى به يكون إلمن للتعظيم إذا يتكلم عن نفسه. ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا، هذا هنا هذا محل الشاهد، عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم. يعني تأمل العبارة. ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا، المشايخ عن الأساتذة، وثقاتنا، الثقات اللي هم أصحاب المعصومين عليهم السلام والرواة الثقات، عن الذين فرض الله طاعتهم. يعني أنا السند، أنا مو جاي أفسر القرآن شين تفسير روائي، رواية، هذه الرواية التي أفسر بها القرآن سندها جميع رواة، سندها ثقات، واضح؟ جميع رواة سندها ثقات. لذلك ذهب القسم الأول من العلماء إلى قاعدة عامة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلى قاعدة عامة. شو تقول هذه القاعدة؟ هذه القاعدة تقول كل من ورد، خليها بين قوسين، كل من ورد اسمه، السلام عليكم ورحمة الله، كل من ورد اسمه في أسانيد كامل الزيارات فهو، عفوا، في أسانيد تفسير القمي فهو ثقة. اغلق القوس. كل من ورد اسمه في أسانيد روايات تفسير القمي فهو ثقة. هاي القاعدة. واضح؟ إذن هاي قاعدة كبرى ولا صغرى؟ كبرى. كل راوي موجود اسمه بأسانيد روايات تفسير القمي فيكون هذا الراوي ثقة. وممن ذهب إلى هذا الرأي السيد الخوئي. فأشكل عليه بعض العلماء، اكتب الإشكال، قالوا أن الشيخ علي بن إبراهيم القمي كان بصدد توثيق مشايخه المباشرين. يعني هسه شوف، أنا إذا أقول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم شيخ مباشر، أستاذ مباشر للشيخ الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم ابن هاشم، إبراهيم ابن هاشم هو شيخ مباشر لمن؟ لعلي ابن إبراهيم. فهو ما يريد يوثق جميع حلقات السند، وإنما يريد أن يوثق الشيخ الذي نقل عنه هذا الحديث، فهو جاي يوثق أساتذته مو كل الرواة. افتهمت هذا؟ شن دليلهم مساكم الله بالخير، شن دليلهم؟ يعني إشكالهم عايشين. اكتب سند محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، أبوه هو إبراهيم بن هاشم، منه أبو علي بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، مساكم الله بالخير، واضح؟ نعم. هسه أنا أريدك تدليني بهذا السند، وين الشيخ المباشر، الأستاذ المباشر المن؟ لعلي بن إبراهيم، وين الأستاذ المباشر؟ إبراهيم بن هاشم. واضح لو مو واضح؟ فبعض الفقهاء قال هو أن علي بن إبراهيم بهاي القاعدة العامة اللي ذكرها يريد يوثق أساتذة المباشرين مو كل أفراد السند. واضح الكلام؟
فما نقدر نقول كل راوي موجود في أسانيدي تفسير القمي هو ثقة، لا، هذا الكلام غير صحيح. هل العبارة واضحة؟ نعم. جيد، شنو رد عليهم السيد الخوي؟ شنو رد عليهم؟ ايش قالهم؟ قال إن القمي في مقام ها بصدد إثبات صحة تفسيره، وليه ذكر هاي العبارة؟ يريد أن يجعل الروايات صحيحة، هو التفسير الروائي، والروايات لا تكون صحيحة إلا إذا وثق جميع رواة السند مو أساتذة المباشرين. لذلك وش قال؟ ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا، مو بس مشايخنا وثقاتنا، جميع الرواة عن جاي وثقهم. كلام واضح لو مو واضح؟ وعلى هذا الرأي راح نوثق 260 راوي مجهول، هذا الكلام واضح ما أعتقد بيغمو. زين، المصنف يقول الرأي الذي ذهب إليه السيد الخائي غير صحيح. صحيح؟ أي المصنف يقول الرأي الذي ذهب إليه الخائي مو صحيح، غير صحيح. ليش؟ ها، لأن التفسير الواصل، لأن التفسير الصادر من علي ابن إبراهيم لم يصل إلينا، وإنما الواصل إلينا تفسير ابن أبي الجارود الزيدي، هذا الواصل لنا. واضح؟ أو على أقل تقدير هو خليط من تفسير القم وتفسير من بعد وتفسير علي بن إبراهيم القم، خليط، فما نقدر نميز هذا كلام من هذا كلام القمي له، هذا كلام شنو؟ ابن أبي جارود الزيدي، ما نقدر نميز. ولو نقدر نميز كلامك صحيح، بس ما نقدر نميز. لذلك شنو عندنا؟ من نرجع للعبارات الموجودة في هذا التفسير نلقاه شو يقول؟ رجعٌ، خل نرجع إلى رواية علي بن إبراهيم، يعني شخص يتكلم غير علي بن إبراهيم القمي. فهمت المطلب؟ زين، ومعه يحصل علم إجمالي، ما نعرف هذا الكلام إما أن يكون لعلي بن إبراهيم أو يكون لابن أبي جارود الزيدي، فنتجنب من عدهن، نتجنب عن كليهما. فإذا هاي القاعدة الأولى، القاعدة الأهم ما راح تثبت عندنا، كل راوٍ وجد اسمه في أسانيد كامل في أسانيد تفسير القمي فهو ثقة، لا، هاي القاعدة العامة راح تكون قاعدة شنو؟ غير صحيحة. والحمد لله رب العالمين.